خلينا ناخد المهندس ايهاب لهيطه مدير منتخبنا الوطني ونطمن منه الحقيقه على الاجراءات. ويعني الحقيقه المهندس ايهاب لهيطه واحد من الناس اللي دايما بيشتغلوا في صمت، يعني ما تلاقوهوش بيتكلم كتير، ولكن هو ده يعني دايما احنا بنبقى حريصين ان هو يبقى موجود معانا نطمن منه على منتخبنا الوطني. يا باشمهندس ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا سامي، ازي حضرتك؟ واولا اسفين ان احنا، انا عارف ان انت بتنام بدري، ولكن يعني انا عارف ولكن احنا بنتاسف لحضرتك جدا. لا اتفضل. يعني باشمهندس ايهاب الفتره الاخيره اولا عايزين نطمن على منتخبنا الوطني ومعسكر مباراه الكونغو، لان الكل دلوقتي مش شاغل باله بحاجه غير منتخب وطني. بالظبط. فعايزين نطمن على المعسكر القادم ان شاء الله. بص يا كابتن اسلام، طبعا انت عارف الجوله الخامسه فديت من 2 ل 10 اكتوبر، المباراه ان شاء الله كان محطوطه يوم 8 اكتوبر. انت بيسمح لك لما يكون في مباراه واحده في الفيفا ديت يبقى لازم تحط جمعه سبت حد، فاحنا فكرنا ان احنا نلعب اخر يوم، اللي كان في برضه التفكير ان المباراه بتاعت اوغندا وغانا مهمه جدا برضه عايزين. ده تفكير رائع الحقيقه. نعم بالظبط، توقعت انهم هيلعبوا السبت، حتى لو لعبوا الحد برضه يبقى زينه، بيلعبوا هم الساعه 3 الظهر، فبالتالي برضه يكون احنا في مصلحتنا ان احنا نكون عارفين بس النتيجه دي تساعد شويه. لانها مؤثره على المباراه بتاعتنا. بالظبط طبعا. نعم. يعني هو برضه بالنسبه للفريقين عايزين هم الاثنين يكسبوا، فبالتالي هيكون صراع قوي ان شاء الله، يعني يكون بصالحنا ان شاء الله في نتيجتين بصالحنا. بس احنا برضه بنفكر في مباراتنا مع الكونغو، لسه في 6 بونت، في لسه في الجوله السادسه مع غانا، فدي ان شاء الله بالنسبه لترتيب المباراه. بالنسبه للمعسكر في الاغلب بعد تحديد مباراه الاهلي مع النجم الساحلي يوم 1 اكتوبر كنا طبعا نامل انها تكون يوم 30، طبعا دي بتفرق جدا معانا اليوم بالنسبه لعيبه الاهلي. نعم. فبالتالي خلاص يبقى المعسكر في الاغلب هيكون يوم 2 اكتوبر. اللعيبه المحترفين ال 15 محترف هيتم تم استدعائهم بالفعل طبقا لتعليمات الفيفا، هي 15 يوم قبل الفيفا دي. نعم. وهيوصلوا تباعا 1 او 2 اكتوبر، في جزء يوصل 1 يوصل 2 اكتوبر، يعني يكون ان شاء الله القوام يكون كامل بانتظام لعيبه الاهلي، يكون 2 و3 اكتوبر التدريبات في برج العرب. متبقي بس الاعلان بالنسبه للعيبه المحليين، ده منتظر بكره ان شاء الله بحد اقصى كده على الظهر، ان تكون مستر كوبر مقرر شاف المجموعه اللي هو هيختارهم من اللعيبه المحليين. نعم. فبالتالي يبقى القوام كامل وان شاء الله ربنا وفق بقى الولاد، يعني صدقني كده سامي الامور كلها الحمد لله، الامور كلها الحمد لله، الترتيبات واضحه. يمكن برضه بنفكر وبنشتغل بالجوله السادسه كمان، برضه مباراه غانا مهمه طبعا طبعا، 14 مش عايزين نتجاهلها، بس ان شاء الله اكون ليا نصيب ان شاء الله اكون مخلصين يوم 8 اكتوبر ان شاء الله. يا رب. حضرتك عارف ان في 100 مليون مستنين يوم 7 اكتوبر اكتر من 8 اكتوبر ان شاء الله. ولكن يعني كابتن ايهاب برضو عايز اسال حضرتك على هل عمرو مرعي سينضم للمنتخب ولا لن ينضم، ولا موضوع ان هو لازم تبعت قبلها ب 15 يوم فارق شويه في الموضوع؟ بص يا كابتن اسلام، انا هقول لك بصراحه، طبعا لازم تشوف ايه هي الشروط. الشروط انت بتتكلم 15 يوم قبل فديت بتبعت للنادي. نعم. تمام. لكن اي نادي طبعا بيبقى سعيد جدا، حتى لو بعت خلال 10 ايام، بعت خلال اسبوع، اي نادي بيبقى سعيد طبعا ان اللعيب بتاعه اللي هو كان جابه فريق محترف بيلعب في منتخب بلاده. طبعا. فبالتالي طبعا النادي لا يمكن هيعارض، يعني دي حاجه. نعم. شيء طبيعي، لكن احنا دايما بنلتزم وبنعمل الروح الصح طبقا للتعليمات اللي بتاعت الناحيه الفنيه. بقى راجل فعلا بيفكر من امبارح، شاف هو برضه عشان يدي ولد حقه، برضه هو مستر كوبر بيتابعه من فتره من ايام ما كانش في نادي امبي. انا عارف الكلام ده. نعم بالظبط. فهو في المجموعه كان بيبص على الفراوده كلها في البوزيشن ده. نعم. لكن طبعا تالق في المباراه اللي فاتت، فبالتالي هو شايف لسه هيشوف، لكن هيدي قراره احتمال ضم ولا هيكون بكره ان شاء الله مع اللعيبه المحليين. يعني يعني عمرو دلوقتي بيعتبر مع اللاعبين المحليين، لكن موضوع ال 15 يوم ده مش يعني الحمد لله مش فارق، يعني لو تم ضمه يبقى ما فيهوش اي مشكله. انا بس هو مش مع اللعيبه المحليين، هو بيقول لك بكره هيتم يا اما هيختار ولا لا، وهعلنه مع اللعيبه المحليين. اقصد ان هو سيتم الاعلان عنه مع اللعيبه المحليين، يعني بالظبط كده يا كابتن. تمام. ايضا هل برضه سؤال مهم جدا يا كابتن ايهاب وحضرتك معانا،
لان يعني الفتره اللي فاتت قال ليه ما لعبتوش مباراه وديه في الفتره دي، مباراه وديه لمنتخبنا الوطني يعني في الفتره دي، في الفتره من 2 من 2 ل 10 يعني، او قبل كده يعني كان ممكن جدا تاخد المباراه او تاخد المجموعه اللي هتقدر تاخدها مثلا قبلها بثلاث اربع ايام خمس ست ايام. يعني انت داخل على مباراه زي ما قلت لحضرتك 100 مليون مستنيينها، فالناس كانت بتقول يعني لماذا لا يكون هناك مباراه وديه تطمن منها مثلا، عندك باك رايت مثلا اسلام مش قادر فممكن تلعب محمد تعبان ممكن تلعب حسين كده يعني. تمام، بس عشان نبقى واضحين بس يا كابتن اسلام، طبعا مباراه وديه رسميه لازم تكون في خلال الثمان ايام من 2 ل 10. نعم، زي ما قلت لحضرتك مباراه واحده في التوقف الدولي لازم يكون كام؟ 6 7 8. هيبقى صعب ده قوي. فانت اللعيبه بتجي لك، زي ما قلت لحضرتك اللعيبه عندها دوري. نعم. يوم الاحد ده يوم 30 او يوم السبت. تمام، بياخد طياره، بياخد طياره من جنوب افريقيا، بياخد طياره من انجلترا، ويجي على القاهره فيها يوم، فبالتالي انت النهارده زي ما حضرتك ممكن تاخد لعيبه اخرى، بس برضه الوقت ضيق، الوقت ضيق جدا انك تعمل مباراه يوم 3 4 اكتوبر. يعني هتشارك بمين؟ هل هو النهارده هيعمل مباراه وديه عشان يشوف بعض العناصر في 3 و4 اكتوبر؟ وتهدي صعب عشان من ناحيه، مش عايز افتش بقى في الناحيه الفنيه. لا، هو مستر كوبر كمان من الناس او من المديرين الفنيين اللي مقتنع بمجموعه من اللعيبه، وكده كده بيبقوا هم الاساس يعني في الموضوع يعني. بالظبط، لكن احنا جالنا فعلا بعض المباريات، لكن انا شايف وبرجع له على طول يعني طبعا. وكنت ممكن تلعب مثلا بعد يوم 8 اكتوبر، بس خلاص الوقت بدا جدا، فبالتالي دايما الامور بتبقى صعبه شويه في المباريات الوديه في المراحل النهائيه بتاعت التصفيات، بتبقى يعني كل شيء محسوب. يمكن كنا في الاول لو تفتكر برضه كابتن اسلام كنا بنعمل المباراه بص عليها كويس جدا، انا البوزيشن بتاعي فين في الترتيب، انا عايز منها ايه، انا عايز فنيا. يعني هي مش مباراه بتبقى المباراه الوديه مش بتبقى مباراه وديه فقط، ولكن بيبقى ليها حسابات اخرى. نعم طبعا طبعا، دي خلاص الفكر ده، انت برضه ساعات انت واقف فين. نعم، انت عايز مباراه فنيه، بيجي لك بعض الفرق في حته الحته التجاريه فيها ببص التجاريه اخر حاجه شيلها. نعم، الناحيه الفنيه انت عايز مباراه دي العبها ولا ما العبهاش؟ طب انا هستفيد ولا هستفيد من الناحيه الفنيه؟ لكن ناحيه الترتيب، طب انا عايز الترتيب ده النهارده في حاجه، لكن برضه لازم نعرف كويس جدا ان الترتيب ما بقاش النهارده ولا الشهر الجاي. ده وارد جدا انت النهارده شهر اكتوبر تلعب مباراه وديه وما توفقش فيها، تؤثر عليك بشكل كبير. بعد اربع سنين بتحس الافريج بعد اربع سنين. نعم، يعني انت دي كلها ما تبقاش تاخد مباراه وخلاص ونخسر ونجرب يعني. لكن ارجع لسؤال حضرتك، لا صعب شويه في الوقت الجاي ده يكون في مباراه وديه يعني. كابتن ايهاب، انتوا ان شاء الله المعسكر هيكون في برج العرب على طول مش كده، ولا هتقعدوا هنا في مصر؟ ما فيش الوقت اللي يسمح ان في بعض اللعيبه المحليين تقدر تاخدهم، الدوري شغال الاسبوع الثالث ورابع شغالين، فبالتالي يبقى صعب جدا ان انت تاخد حد. ده ممكن عملنا معسكر مفتوح. نعم، لكن كله يكون ان شاء الله يوم 2 اكتوبر زي ما قلت لك القانون كامل ان شاء الله، وتاخد الفرقه وتطلع على المنتخب وتطلع على برج العرب، تقفل على نفسك الست ايام دول وتلعب المباراه ان شاء الله يوم 8 ان شاء الله يا كابتن، وربنا يوفقنا بقى ان شاء الله. يا رب يا كابتن ايهاب، اشكرك يا كابتن ايهاب، واسفين جدا جدا ان حضرتك يعني. كابتن ايهاب على فكره يا جماعه من الناس اللي بتنام من الساعه 10 يعني.